مروان أخوك بيحبك والله يا حسن. اللي أعرف إن العيلة دي كلها مفيش فيها حد بيحب التاني. خبر إيه؟ أنا أحبك أنت وأخوك. قلت لك ما تجيش ياما، ما سمعتيش كلامي. وسيبك كيف يعني؟ وأنا شايفك ناوي على الشر يا حسن. خايفة عليا ولا عليه ياما؟ ولا خايفة على والد زينب؟ عليكوا كلكوا حبيبي. مروان هيكون هنا حالا، والقهوة جاية حالا. شكرا يا باشا. احلف انك مش ناوي على شر. اقسم لك بالله يا امه، انا ما عاد في قلبي حب لاي حد. قلبي نشف، بيجي عامل زي عود الحطب. عارفه النار اللي ما بتهداش الا لما تاكل اللحم والعظم؟ انا بجد كده يا امه. ليه يا حسن؟ ليه؟ طب والله انت ما تعرف اخوك ولا طيبة قلبه. انا امه حافظاه كيف يدي. امه اللي خدت العزا فيه. نسيت، غلطت. الكبر خدني، وعداوتي مع كريمة اكلت روحي وقلبي. اكلتنا كلنا يا امه. مروان حبيبي. الله. يا ولدي. توحشت الجو يا امه. انا كمان توحشت الجو حبيبي. هتطلع خلاص يا مروان، خلاص يا ولد ابوي. كلها يوم ولا اتنين تبقى معي في بيت واحد، نرجع تاني زي الاول. ايه تفاكر اني ممكن اسيبك هنا او انك تهون علي؟ ابدا، ده انا قطع من لحمي ولاني اشوفك متهان. انت كبير يا اخوي، واتطمن شهد وكريم غيروا أقوالهم. المسامح كريم، يعني خلاص الكلام ده من قلبك؟ ما عادش في عداوة بينا ولا شيطان هيعمل سد بيني وبينك. شر وراح ساعة ما دخلت السجن، وأنا تايه بقيت عامل زي الشجرة اللي اتجلعت من جدرها. ولا ايه يما؟ صح. امال ايه؟ صح. لساك زعلان مني حبيبي؟ ان شاء الله تنقطع يدي اللي مديتها عليك. اوعي تقولي كده يما، تخليها عندي جوي، ما تهونيش عليا ابدا. اغلى من ولدك؟ واغلى مني اياك. هستناك قدام باب السجن عشان اخدك من يدك لبيتك ولولدك. اوعك تصدق يا حسن ان زينب هي اللي ممكن تقتل ولدك. مين اللي قال لك الحكي ده؟ نعيمه. نعيمه؟ واهل جابها عندك؟